حورية من الجزائر أو جويرية ما أدري، وأظن حورية من الجزائر، تقول ابنتي عليها قضاء من رمضان قبل الفائت وكانت حامل وما استطاعت وأنجبت في رمضان، تقول هل تقضي وتتصدق أم ماذا؟ حورية أخت الفاضلة، بالنسبة لي أنا ذكرت قبل قليل، أي إنسان أفطر في رمضان بسبب عذر، العادة الشهرية للمرأة، الحمل والولادة، الولادة مثلا، الرضاعة، السفر، المرض، فإن الواجب عليه بعد ما ينتهي رمضان أن يقضي هذه الأيام قبل أن يأتي رمضان الآخر. ولذلك بالأمس وجهنا نداء ورسالة بناء على طلب الأخ المتصل أبو إبراهيم جزاه الله خير، لأننا الآن نحن بدأ يتضيق الواجب، الواجب بدأ يضيق، قلنا للناس اللي عليه قضاء الآن يبادر، الآن يبادر، فلذلك يجب عليه أن يقضي قبل أن يدخل رمضان الثاني. طيب، فيه أشخاص عليهم قضاء ودخل عليهم رمضان الثاني وما قضوا، هؤلاء يختلف الجواب بالنسبة لهذين الجنسين، يختلف الجواب على اختلاف السبب. فإذا كان هناك سبب منعهم من القضاء، يعني مثل بنتك هي جاء ولدت في رمضان قبل الماضي، ثم بعد ذلك مرت فترة النفاس، ثم فترة الرضاعة، ثم ما استطاعت تقضي، ما عندها قدرة على القضاء، يعني مراعاة للطفل، ودخل عليها رمضان الثاني ما عليها إلا القضاء فقط، ليس عليها إلا القضاء فقط. أما إذا كان لا هناك تساهل وتهاون، يعني جاء الحمد لله حصلت الولادة ثم وجدت فرصة للقضاء لكنها تساهلت وسوفت وتكاسلت وكذا حتى دخل عليها رمضان الثاني، نقول لها يجب عليك أن تقضي، ومع القضاء تطعمين كل يوم مسكينا، أفطرت شهر تقضين الشهر وتطعمين 30 مسكين، بارك الله فيكِ.